إن نصل للطريقة الأخيرة اللي هي Modified Euler Methods الرابعة والأخيرة اللي هي ماخذها نفس طريقة الأولر ميثودز من اسمها لكن Modified. خلينا نشوف شنو التعديل اللي سواه على الأولر ميثودز. قلنا إذا عندي مثلا هذه المعادلة Differential Equation، عندي النقطة الأولى X not Y not وده يريد قيمة أخرى، فحتى أوجد مثلا قيمة الـ X1. أوكي، فاعتمدنا على ميلان الـ X not. هنا أنا شرح يسوي، ما راح يعتمد على ميلان الـ X not ولكن يعتمد على ميلان النقطة اللي صايرة منتصف الـ X1 X not بهذه الطريقة. أوكي، فراح يعتمد على معادلة هذه النقطة بهذا الشكل. فهسه يجي كأنه ما يعتمد على هذه النقطة الجديدة اللي خلينا نسميها X نصف. أوكي، الـ X نص شلون يعني حيعتمد على ميلان هذه النقطة حتى يوجد الـ X1. فشلون راح يوجد؟ قلنا هو شنو هي معادلة، هي dy over dx يساوي لشنو الـ f of xy، وهنا أنا عندي شنو x not y not احنا دا نعتمد. ماشي، ف x حصير هنا أنا خلينا نقول x not y not. قلنا الـ dx هو شنو، هو هو الـ h، والـ dy اللي هو y1 ناقصا y0. لكن أنا للمثلث الكبير، أنا أريد المثلث الصغير هذا اللي هو هنا، لأنه دا أعتمد على هذه النقطة. فش راح أصير هذه؟ هذه راح أصير على نصف. أوكي، والـ h أيضا راح يصير على نصف، وأجي أشوف شون حأعوض بالمعادلة. راح أرتبها بس شوية بطريقة أوضح. إذا بالموديفايد أولر كنا أنه هو يعتمد على نقطة النصف، ميلان نقطة النصف. بالأولر نرجع مرة أخرى نقول هو شنو، إذا أراد يوجد قيمة للX1، أوكي، فش راح يعتمد على ميلان الX0. كانت هنا أنا هذه هي المعادلة، أنه للY الأن زائدا واحد شي يساويني الY الأن قبلها زائدا الH في الF of XN YN، يعني ميلان الY عند الN. أوكي، النقطة القبلها هنا أنا شي يقول لا، أنا أعتمد على ميلان نقطة المنتصف اللي صايرة هنا، أنا هذه نقطة الـ 1 وهذه الـ 0، راح أعتمد على ميلان نقطة المنتصف حتى أوجد النقطة الجديدة. يعني هنا أنا هذه خلينا نقول إنه هذه هي الـ X الـ N الكابتل. أوكي، فإذا اعتمدت على ميلان مالتها فمعناها هذا إيش راح يصير، هذا هنا أنا راح ينمسح، راح يصير N كابتل لأنه ده يعتمد على ميلان نقطة المنتصف، فراح يصير الN كابتل الY للN كابتل. أوكي، فالقانون حيصير YN، يعني النقطة قبلها مثلا هنا عندنا الزيرو، فراح يكون Y0 هذا إذا أريد أشوف للY1. أوكي، على فرض أنه أنا أريد الY1، فالمعادلة الأصلية اللي هي تقول يساوي للY0 النقطة قبلها زائدا الH في الF of X0 Y0، هذا الأولرز الموديفاي الأولر ميثود. العفو، بالموديفاي لا، ده يقول أنا أعتمد على ميلان نقطة المنتصف حتى أوجد النقطة الجديدة. النقطة المنتصف قلنا هي مثلا XN، فميلانها هو حيكون F of XN YN. هالخطوة المفروض شنو إحنا عندنا؟ عندنا الـ XN والـ YN. الـ XN أنا أقدر أوجدها. أوكي، شو يساوي للـ XN؟ هو هذا equal interval، فمعناها حيساوي للـ X0 زائدا شنو؟ زائدا نصف الـ H. أوكي، إذا قلنا الـ X0 زائدا الـ H شو يساوي لي؟ يساوي للـ X1، هذا equal interval. زين أنا أريد الـ XN اللي هي بالنص، فراح يصير X0 زائدا الـ H على 2 أو نصف H. أوكي، فنرجع نعوض بدل XN هو X0 زائدا H على 2. هسا عندي بعد شنو؟ عندي الـ YN هم لازم أوجدها. زين منين أقدر أوجدها؟ راح أعتمد همنا على الموديفاي أولر حتى أوجد الـ YN. يعني راح أعتمد الـ X0 هي نقطة والـ XN هي نقطة جديدة حتى أوجد قيمة الـ YN. يعني إيش راح يساوي لي؟ حيساوي لي الـ Y0 زائدا الـ H في الـ F of X0 Y0. لاحظوا يعني عرفت الفكرة؟
انه هاني حتى اوجد الواي ان لنقطة المنتصف راح اعتمد على قانون الاولرز ميثود حتى اوجدها. اللي هو شو يقول لي؟ يقول لي النقطة الاولى الواي نوت زائدا الاتش في ميلان النقطة الاولى، يعني الاف اوف اكس نوت واي نوت. اوكي هذا حصل لي الواي نوت. اجي هسه اعوضها هنا أنا بهذه، فش راح يصير؟ هذه حيصير قيمة الاكس نوت، وهذه حصير قيمة شنو؟ الواي ان، الاكس ان والواي ان. ماشي، حعوضها هنا أنا بالمعادلة. فبهذا الشكل راح يصير القانون موديفاي اولرز ميثود، حيكون بهذا الشكل انه هو راح يساوي لي النقطة الأولى اللي هنا اكس نوت زائدا الاتش في ميلان نقطة المنتصف. ميلان نقطة المنتصف يعني الاف اوف نقطة المنتصف احداثياتها اللي قلنا هذه شو تمثل لي؟ الاكس ان. اوكي، وهذا يمثل لي الواي ان. قلنا منين اجيبها؟ الاكس ان هي شنو؟ هي الاكس نوت او الاكس قبلها زائدا نصف اتش. الواي ان منين راح اجيبها؟ راح اعتمد على قانون الموديفاي الاولر ميثود، العفو اعتمد على الاولر ميثود حتى اوجدها، يعني الواي للنقطة السابقة زائدا نصف في اتش في الاف اوف اكس ان واي ان. اوكي، يعني نصف الميلان اخذ في الاف ميلان الخط القبلة اللي هو اكس ان للواي ان. فقانون حيكون بهذا الشكل. اجي اشوف مثال احل عليه. solve the equation، منطيني differential equation given، منطيني الx يساوي لي صفر، عند الx يساوي لي صفر الy يساوي لي صفر. modified Euler methods محدد لي بالmodified Euler، ومنطيني الx 0.1.2.3 يعني الh اخذ اشقد قيمته 0.1. هنا انا ما يحتاج، بس مجرد انه انا احفظ القانون الرئيسي واطبقه حتى اوجد القيم. احنا قلنا هنا أنا هذا يعتمد على الايكوال انترفال، فلازم اوجد كل القيم اللي متعلقه بالانترفالز حتى لو ما رايدها، يعني حتى لو ما رايد البوينت 3 ورايد لي بوينت 4 فاني مجبور انه اوجد البوينت 3 حتى اوجد البوينت 4. فهنا انا اول نقطه البوينت 1 راح تعتمد على انه الاكس يساوي لصفر الواي صفر، فاجي اشوف قبلها هي صفر فاعوض صفر، هذا هو القانون. الواي نوت هو صفر، الاتش هو 0.1. هسا اجي اوجد معادلة الميلان الديفرنشيال العفو اللي موجودة هنا أنا. فشي تمثل لي؟ الاكس نوت زائد نصف الاتش، فهو الاكس نوت هو صفر، الاتش على 2. الواي نوت هو شنو هو؟ لازم اوجد قيمتهم هذا 2، فالواي نوت صفر زائد الاتش على 2. هنا أنا الاكس ون هو هنا أنا العفو لازم يكون صفر صفر. اوكي، هنا انا بس شوية اكو غلط، بس لازم نعدله. هذا يساوي لي صفر ناقصا صفر، لان الاكس نوت هو صفر والواي نوت هو صفر، فصفر ناقصا صفر حيكون صفر الناتج. احله واوجد قيمته حساوي لي بهذا الشكل. اوكي، اجي هسه للبوينت 2. هنا أنا مثلا عفوا يعني الاف للاكس نوت هو صفر، اكس نوت صفر والواي نوت هو صفر ايضا، لكن أنا اكتب قيمة المعادلة يعني وين؟ يعني اجي اعوضها هنا أنا، فحتى اعوض فهتكون واحد ناقصا الواي، فواحد ناقصا الواي يعني صفر، يعني هنا أنا اعوض بمقدار المعادلة. اوكي، عند الاكس نوت صفر والواي نوت ايضا صفر، فاعوضها بهاي المعادلة حصير واحد ناقصا الصفر، راح يكون احله بعد همنا هنا انا. فالنقطه الجديده راح تصير هنا انا شقد الاف اوف 0.05، وهذه النقطه راح تصير شقد 0.05. همنا اجي هسه هذه ارجع اعوضها وين؟ بالمعادله المنطيني اياها، فراح تصير واحدا ناقصا 0.05 في الاتش، راح يصير عندي هذا القيمه. اجي هسه عند البوينت 2، همنا عندي هذا هو القانون الرئيسي. اوكي،
هنا حيعتمد